زين، ما هي مراحل التوبة؟ أردنا أن نتوب، ما هي التوبة؟ التوبة هل هي الندم؟ واحد يندم يتأثر على ما صدر منه، الندم وحده مو توبة. الندم كل إنسان عندما يعمل عمل خطأ يندم، يتأثر، يتألم، إلا إذا واحد يسحق وجدانه. وحتى الأفراد المسحوقي الوجدان تأتي لهم حالات يتندم، يتألم، ولكن هذا وحده لا يكفي. المتوكل الذي كان قد عقد ذلك المجلس، مجلس شرب الخمر والعياذ بالله، واستحضر الإمام الهادي صلوات الله عليه. الإمام الهادي صلوات الله عليه قرأ أبياتاً، الأبيات المعروفة: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. مو المتوكل أسكنوا حفرا، واحد واحد منا يسكن في تلك الحفرة، ولا تنفعه لا أمواله ولا أولاده ولا علمه ولا شخصيته، كل هذه لا تنفع. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة؟ أين هذه الوجوه التي نهتم بها؟ من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. المتوكل العباسي مع ظلمه وإجرامه عندما سمع هذه الأبيات أخذ يبكي حتى اخضلت لحيته بدموعه. تأثر، تألم، لكن هذا لا يكفي. التوبة ثلاثة تحولات: التوبة الكاملة بمعنى من معاني الكمال والتمامية. المرحلة الأولى هاي المرحلة: انفعال نفساني، الندم، لماذا فعلت هذا الفعل؟ لماذا ضربت الطفل؟ لماذا أسأت الأخلاق مع الزوجة أو الزوجة؟ لماذا أكلت حق الله وحق الناس؟ هذا المرحلة الأولى، فعل نفساني، الندم، التألم. المرحلة الثانية فعل نفساني، الندم، انفعال. المرحلة الثانية فعل من أفعال النفس، وهو الإرادة والتصميم: لن أعود. الآن واحد يصمم، يتذكر ذنوبه، يندم، يتألم، وبعد ذلك لن أعود. هذه الإرادة القاطعة، التصميم القاطع على عدم العودة. انفعال نفساني يتمثل في الندم على ما فات، فعل نفساني يتمثل في التصميم على عدم العودة مطلقة. المرحلة الثالثة التحول في السلوك. أيها الشباب الذين فاتت منكم صلوات، التوبة في مرحلتها الثالثة، يعني أن تقضي ما فات.
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، علي قضاء صلوات، فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: صل مع كل صلاة صلاة. مو صعب، صلاة الصبح تصلي، صلي معها صبحا أخرى بعنوان القضاء، مو صعب. ظهر وعصر، صلي معها ظهرا وعصرا بعنوان القضاء وتنتهي. عليك صيام، اقضه. عليك دين للناس، ادفع هذا الدين، لا تخلي الشيطان يأخذ أمامك حتى تندم حين لا ينفع الندم.